دلوقتي بنسأل الناس يعني ايه امبيوس؟ ايه بس معرفش هو ده لو ده ولا اسم شركة معرفش يعني امبيوس. وبعد ما عرفت يعني ايه هو الامبيوس؟ ايه امبيوس ده؟ ايسترن يوكرينيان فارماسيوتيكال سيمبوزيوم، ده بروجرام دولي. امبيوس هو حاجة تبع مكتب الشرق الأوسط في اللي هو اسمه إيمرو، ده تبع جزء اي بي اس اف الاتحاد الدولي لطلب الصيدلة. المؤتمر ده بيجي في كذا دولة على مستوى الشرق الأوسط. المرة دي أول مرة مصر تستضيف المؤتمر ده. المؤتمر ده هيبقى فيه شارك فيه دول كتير زي العراق إيران قطر، وطبعا مصر هي تستضيفه. في سيشنز كتير ومفيدة، في حاجة اسمها ال اي تي دي ليدر ان تريننج، في كمان بوست سيمبوزيا دكتور. اول حاجه عندنا اللي هم الفول هيقع فيهم 200 والبيزك 350 او ال اي تي 1200. البيزك بتشمل الكوفي بريك والدينر والسيشن والوركشوب. المؤتمر ده هستفيد انا منه ايه؟ هستفيد منه هيبقى فيه سيشن على مستوى عالي جدا، هيديها دكاتره اكبر دكاتره على مستوى الجمهوريه في السيشن دي، واكيد هتبقى مفيده لاي حد هيحضر السيشن. انا متحمس جدا وهروح ان شاء الله السنه. Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.